الثورات اللي سبقت 2011 كلها كانت في الاصل ضد المستعمر الخارجي او المحتل او الدوله اللي انت تابع لها. اما 2011 تتميز انها اساسا ضد الاستبداد الداخلي، ما قامتش، وهدفها المباشر المعلن انهاء او القضاء على الاستبداد الداخلي. اما حضرتك تقول لي ان الثورات دي اللي كانت في ظل الاستعمار ولا في ظل كذا كانت بتكرس ولا بتصون نظام الدوله الذي لم تكن الدوله المصريه، كانت الدولة العثمانية، كانت الدولة البريطانية المستعمرة. لا لا لا. انا بقول ماشي، ما انا عايز توضح يعني انا بس بقول ان هنا هو اي الدولة تلك التي كانت تصان انظمة يعني ده يمكن نقول. انت بتتكلم على القلة القليلة المسيطرة على جهاز ادارة الدولة، وانا بتكلم على الجهاز الدولة نفسه، جهاز ادارة الدولة نفسه، وليس على القلة المسيطرة عليها في قمتها. لما تقول لي عثمانية أو تقول لي، الحقيقة المسألة مختلفة. الحقيقة أنا بتكلم على جهاز قادر على إدارة المجتمع. الإنجليز سيطروا عليه فترة من الفترات، إنما الجهاز نفسه كان جهاز مصري كامل متكامل من لغاية وزراء. الإنجليز ما حكموناش حكم مباشر أبدا، الإنجليز كانوا مواقعهم في الحكم دائما كانت عن طريق يعني مستشارين في أجهزة الوزارات المختلفة والمصالح المختلفة ذات الأهمية بالنسبة لهم، يدوا مشورة، ومشورة بحكم أن في احتلال بريطاني عسكري في مصر كانت المشورة تبقى ملزمة. وده التعبير ده مش عندي، من عندهم هم، أي أننا نحكم مصر بالنصائح الملزمة. مصر ما كانتش بتتحكم بالطريقة اللي كان بيحكم الإنجليز كانوا بيحكموا بيها الهند. مصر كان فيها جهاز دولي قوي، ما قدروش الانجليز يحكموها بشكل مباشر كما كانوا يحكمون الهند في هذا الوقت او غيرها.